جسم الإنسان موجود فيه آلاف من الإنزيمات اللي بيقولوا إنها بتزود سرعة التفاعلات وليها فضل في نشاط الإنسان زي الهضم أو التنفس. في تجربة في كتاب العلوم لتالتة إعدادي نقدر منها نعرف دور الإنزيمات، تأثير الإنزيمات على سرعة التفاعل الكيميائي. الأدوات: فوق أكسيد الهيدروجين بطاطا، كاس إزاز. الخطوات: هنجيب كاس الإزاز ونملاه لغاية نصه بفوق أكسيد الهيدروجين، هنحط فيه البطاطا، المشاهدة. هنشوف بمجرد وجود البطاطا داخل فوق أكسيد الهيدروجين اللي في الكوباية صدرت فقاعات أكسجين بصورة كبيرة. التفسير: وده بسبب إنزيم الأكسيديز اللي موجود في البطاطا اللي بيساعد على سرعة تفكك فوق أكسيد الهيدروجين.